زي ما شفنا مشرفنا في الاستوديو الكابتن السيد لاشين اسطوره الاهلي ومنتخب مصر في تنس الطاوله. اهلا بيك يا كابتن. اهلا بيك، مشرفنا جدا النهارده في الاستوديو. ربنا يخليك ومتشكر على الكلام. الله يخليك. عايزين نتكلم مع حضرتك على تجديد عقدك مع الاهلي موسمين، ونبارك لك. وليه طبعا. موسمين ليه؟ موسمين بس ليه؟ موسمين يمكن عشان انا عجوز شويه. لا لا العفو. انا حاليا ان شاء الله شهر فبراير الجاي يبقى 43. ما شاء الله. والحمد لله، يعني دي من الحاجات اللي انا مبسوط بيها جدا طبعا، ان انا يعني مكمل لحد دلوقتي، وتقريبا انا اكبر لاعب في النادي الاهلي كله في كل الالعاب. ما شاء الله. فدي من الحاجات اللي انا يعني وسام على صدري وفرحان بيها جدا يعني. بس لسه لحد دلوقتي ما شاء الله 43 سنه، بس لسه لحد دلوقتي بتؤدي وبتاخد بطولات يمكن اكتر من اللعيبه الصغيرين يعني. ما شاء الله نمسك يعني الخشب. انا مبسوط ان انا بلعب اساسا، يعني اللعبه انا يعتبر هاوي تنس طاوله، مش يعني محترف على الورق، انما انا اصلا هوايتي تنس طاوله، يعني بلعب وبروح اتمرن كهاوي. اللي هو يعني لو ورايا حاجه تانية هروح العب تنس طاوله برضه يعني. ف هي حياتي كده لطيفة يعني. أما بالتجديد، موضوع التجديد ده يعني مفهوش حاجة خالص الواحد يتكلم فيها يعني. وأنا بجدد يمكن ده العقد الخامس أو السادس ليا في النادي، كلهم زي بعض. ما فيش حاجة المرة دي كانت مختلفة. لا هم بيقولوا لي تعالى امضي عشان الورق وخلاص. هو القصة كلها ورقيات مش أكتر يعني، بس انما من غير ورقيات ممكن العب في النادي 100 سنه من غير حاجه قلبا. بس تنس طاوله اوريدي ما لهاش سن يا كابتن، يعني ما في مش زي الكوره بتنعتزل وكده. لا يعني هي ما يعني هي كتنس طاوله اللعبه نفسها فيها يعني طول ما الواحد قادر يدي بالزبط. اوكي تمام، ده راي جهاز ان انا يجدد لي سنتين، واداره النشاط الرياضي شايفه ان اجدد سنتين، مجلس اداره نفس الكلام، خلاص اوكي. قالوا سنتين، قالوا 10، قالوا يوم، قالوا خلاص ريح، ذا كله زي الفل. لا بعد سنتين هتجدد سنتين افتكرني. 45 يمكن. احنا معانا هو صوره من تجديد تعاقد مع النادي الاهلي. كابتن شكلك فرحان بجد. مع كابتن خالد والله. عشان بس البصمه دي عشان طبعا بنجيب تحيه لكابتن يعني خالد العوض يعني. كابتن خالد اخويا وحبيبي، فتبقى التجديد يعني ما خدش يمكن دقيقتين بس، حتى كان عشان الصوره. ويمكن ده يا كابتن اللي عايز اسال حضرتك عليه، دور كابتن خالد العوضي في النشاط الرياضي الجديد، دوره كمان في النادي الاهلي التنس. كلمني عن دور كابتن خالد العوضي. هو كابتن خالد يعني من الشخصيات الجميله في التعامل معاها. انا يعني بشكل شخصي انا اعرفه من سنين، من ايام ما كان لعيب، فعلاقتنا ممتده الحمد لله رب العالمين. ويعني هو من الناس المريحه في التعامل، هو بيأدي دوره على اكمل وجه زي ما كابتن رؤوف عبد رب وربنا يديله الصحه برضه أدى دوره على اكمل وجهه، اللي قبله واللي قبله. انا اول مدير نشاط حضرته كان الحاج سمير. الحاج سمير عبد رب ربنا يرحمه يا رب. فالحمد لله يعني الاهلي في الحكايه دي، ان ما فيش حد بيقول ان هو رجل المشهد الوحيد. فسواء كابتن خالد او كابتن رؤوف او اللي قبلهم، كلهم الحمد لله رب العالمين بيبنوا في الكيان الكبير. فدي من الحاجات اللطيفه يعني، حتى انا ببقى مبسوط قوي لما بشوف كابتن خالد بيتكلم على كابتن رؤوف، او كابتن رؤوف بيتكلم على اللي قبله. دي حاجه ما بتلاقيهاش في اي حته. دور الاداره فعلا بيبقى مهم جدا في دعم اللعيبه. حضرتك فكرت للحظه ان انت ما تجددش مع الاهلي؟ هل جه عليك الوقت ده؟ والله انا لو فكرت مش هلاقي حته. ليه بس كده؟ لا يا كابتن، يا كابتن بلاش التواضع. انا ضد التواضع زياده عن اللزوم ده. الناس عندنا عارفه الحمد لله ولاء قد ايه للنادي الاهلي، واللي هيبقى عايزنا عشان ننافس النادي الاهلي، وده مش هيحصل. ان انا يعني في لعيبه مثلا بيجي لها عقود، وناس بيجي لها ما بتوصلش للعقود، بتوصل مثلا مكالمات، في ناس بتقعد مع الانديه تتفاوض. انا بفضل الله الحمد لله يعني ما بيجيليش حاجه من الكلام ده خالص يعني. انا الناس اساسا ما عندهاش الفكره او ان احنا هنجيب سيد، اللي هو انا مش هطلب منه المرفوض. لا مو يعني الاجابه هتبقى ان انا بضحك بس يعني، مش عارفين بس هي كده. فهم بياخدوها من قصيرها ربنا يبارك لهم، وعارفين القصه يعني. انا الفرقه معايا يعني ابن من ابناء النادي الاهلي حرفيا. يعني انا فعلا انا بحب النادي ومرتاح في النادي، والحمد لله رب العالمين ربنا كرمني في السنين اللي فاتت زي ما بيقال يعني. انا عملت نتائج للنادي وتاريخ في النادي ما شاء الله. فحته ان انا اسيب النادي
يعني طب هسيبه ليه؟ عشان الفلوس مش هدف، يعني الفلوس نفسها مش هدف، لان في حاجتين في الدنيا، ودي العقيده اللي انا ماشي بيها، لا الفلوس لا الرزق كله ولا الموت كله في وقته، يعني حد يقدر يأثر فيهم في حاجه. فانا بجتهد، انا مبسوط هنا في النادي، بجتهد في النادي اللي ربنا كاتبه لي هاخده تمام، واللي ربنا مش كاتبه لي والله لو مين مش هيوصل لي يعني تمام. فاول موت ميعاده جاي لا مفر منه، فهبقى قلقان ليه؟ انا هنا مبسوط في النادي الاهلي مع اهلي وحبايبي، وانا هم فعلا اهلي، يعني من مميزات النادي الاهلي ان اسمه اهلي. ايوه. فانا والله فعلا انا بتعامل مع النادي كله من البوابه، من ساعه ما اخش من البوابه لحد ما اخرج من البوابه، ان دول اهلي. حتى اولادي كده كمان في النادي دلوقتي ان شاء الله، يعني برضو عارفين، بنت عندها 4 سنين وابن عنده 8 سنين، الناس كلها بتتعامل معاهم ان هم اولادهم، مش كانهم رايحين من البيت لبيت، كانوا رايحين بيت جدتهم، فبيبقى بالظبط والله بالظبط فعلا. ايوه صح. حتى هي عندي خديجه، يعني ربنا يكرمها ويديها الصحه ويبارك لها، 4 سنين ونص مغلبانه في مدينه نصر. بتلعب حاجه؟ ابتدت تلعب اي رياضه؟ ابتدت تلعب بينج بونج هي وحسين، واولاد اخويا كمان بيلعبوا، ما انا اخويا برضو عضو في النادي وكان بطل افريقيا وكده، وبيلعب برضو، كان لعب شويه في النادي، ويعني الحمد لله رب العالمين هو بيتنا، يعني احنا تقريبا يعني بقعد في البيت اقل من يعني ببقى قاعد صاحي في البيت يمكن ساعه ساعتين، ببقى قاعد صاحي يعني اللي حواليا، الباقي كله ببقى نايم. بره البيت ممكن ببقى قاعد في النادي اكتر كتير او من اللي بقعده في البيت، فده اكيد ده هو ده البيت يعني. بالظبط.